بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحب نوضح بعض النقاط لشعبنا العظيم ولقائد العام للجيش. إن ما حصل وإذاعاته وتلقطاته الإذاعات المغرضة والمعادية فيما قاله ابني وسام صقر الجروشي، أنا كنت بعيد عن وسام. وسام جاءت أخبار خطأ وأستعجل بشان حسب ما قال ماذا حصل من بلقاسم خليفة حفتر. أولا بلقاسم خليفة حفتر أبناء أظن من صلب رجل عظيم، خليفة من رجل عظيم أيضا بلقاسم المجاهد، ووسام بن صقر من رجل عظيم أيضا، والحاج آدم جروشي رجل عظيم ومجاهد. ونحن تحركنا في ثورة الكرامة لتحرير شعبنا وليس للفتن وما شابه ذلك. الكلام هذا ما فيش منه اللي قال ابني، لأن ناس مغرضين وصلوا لأخبار خطأ. وأنا أقول وأتحدث أمام الله بأن بلقاسم خليفة حفتر هو أعز أبناء المشير لي أنا شخصيا، لي شخصيا، ومدين له بالعرفان والجبين، لأن أنقذ حياتي لما كنا في الأردن. شالني من الفندق، شالني على المستشفى العام، شافني على مستشفى الجراحة، وقعد يوميا معايا لغاية ما عملت عملية القلب المفتوح. الإدانة الثانية، المدان له الثانية، مرضت المرة الثانية، هو اللي شالني من هنا من بنينة لغاية الأردن لغاية ما درت عمليتي. الثالثة جانبية، لما قامت ثورة الكرامة بقيادة المشير، كان علي ديون في قاعدة جمال عبد الناصر، وديون مش هي شخصيا القاعدة جمال عبد الناصر، لتسيير الطيران كان 70,000 جنيه، ولذلك شاف الراجل يطلب فيا ومضايقني، قال لي كان قلت هذا من ديون، كان عنده 70,000 جاهزات في يده اللي هو ثمن شقته، كان حلم بيته وحلم كذا قبل قيام حتى ثورة فبراير، بيدير في الفرح نتاعه، أعطاني لي وما زال دين علي عند الآن. والكلام اللي قالوه الناس وتلقطته الإذاعات هذا خطأ، وانتشر بسرعة لأن مفتانا زي النار في الهشيم. ولذلك نحن نبلغ الجميع أن أبنائي وأبناء خليفة حفتر أخوة، وأبناء النظوري وأبناء علي الثمن وغيرهم كل الشهداء وأبناء الأبطال اللي ضحوا، اللي طردوا الدواعش وطردوا الاخوان وطردوا كل من كان مستغل بلادنا. عليه لا اطيل الكلام عليكم، سمعت الخبر واتيت لمكتبي بسرعه، ما فيش حد قال لي عد يقول ولا اعتذر. نحن دخلنا مع المشير رجاله، حنستمر مع الرجاله نحن وابنائنا. معقوله تو بلقاسم اللي يقود في مع عمليه سياسيه وتشوف فيه مع الصحافه يصدر منه كلام مش سيء أو قالوا ضرب الفريق؟ ما فيش مشكلة الكلام هذا، يعني نحن لو يضربنا حد يظلمنا حد، نمشي المشير والمشير يحكم بيننا، لأنه أب الجميع وأب الليبيين وأب الشعب الليبي وأب القوات المسلحة الليبية. وعليه هذا كلام كلمكم، والناس بتاع الإذاعات يريحوا أرواحهم، والفتانة يريحوا أرواحهم، ونحن فداء للوطن وفداء للمشير، ونحن أبو القاسم إخوة أبناء المشير كلنا، والله التوفيق، ونتمنى النصر للكرامة ولشعبنا، وخمسة زي الخمسة تنجح حتى تنتهي العملية بالكامل السياسية والعسكرية، يستقر بلادنا وينتشر الأمن والأمان. واعتبروا هذا الكلام دعاية مغرضة من الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.